السلام عليكم. الدورة التدريبية لإعداد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل، بنتكلم إن شاء الله عن معيار التدريب والتعليم. المعيار الرئيسي التدريب والتعليم. طبعا نتكلم عن المعيار هذا، فيه ثلاث معايير فرعية. نبدأ بالأول اللي هو يقدم قسم مكافحة العدوى برامج تثقيفية وتدريبية مستمرة للكادر الصحي بشكل منفصل وأثناء العمل، وتستهدف رفع المستوى المعرفي والمهاري لجميع إجراءات واحتياطات مكافحة العدوى مع تقييم المتدربين. طبعا المعيار هذا نقيمه، نشوف المستند ونشوف نسأل الممارسين. طبعا المستندات اللي نشوفها في قسم مكافحة العدوى في المركز، نراجع الملف الخاص بالتدريب يتضمن توثيق الأنشطة التدريبية، كمان الجدول الزمني ضروري يكون عندهم خطة للتدريب لمدة سنة كاملة، كمان نشوف قائمة الحضور للمحاضرات اللي تمت. بالنسبة لسؤال الممارسين، طبعا خلال الزيارة نسأل الممارسين الصحيين عن آخر دورة تلقاها في مكافحة العدوى أو التدريب أثناء العمل، كمان نسألهم عن المعرفة والممارسات والمهارات المكتسبة من حضور هذه الدورات، مثلا لو في دورات مثلا حضرها لنظافة الأيدي نسأل عن طريقة نظافة الأيدي، نسأل عن طريقة استخدام مثلا اللبس وخلع أدوات الحماية الشخصية. هذا بما يخص المعيار الأول. المعيار الثاني، يقدم قسم مكافحة العدوى التوجيه والتدريب على أساسيات مكافحة العدوى للموظفين المعينين حديثا خلال شهر واحد من الانضمام إلى العمل كحد أقصى. طبعا ضروري يكون فيه آلية في قسم مكافحة العدوى للموظفين الجدد أو حقيبة تدريبية، كمان يكون لهم جدول تدريبي لمدة شهر بشكل مثلا نظري وعملي. طبعا مراجعة المستندات وقائمة الحضور والمحاضرات التعليمية، وأن تكون شاملة للممارسات مكافحة العدوى في المركز من نظافة الأيدي والاستخدام الصحيح لأدوات الحماية الشخصية وآلية لبسها وخلعها بالشكل الصحيح، كمان التعامل الصحيح مع النفايات الطبية وآلية التخلص منها. كتقييم التقييم الثاني له اللي هو نسأل الممارسين. طبعا نسأل الممارسين لتلقي تدريب أساسيات مكافحة العدوى، كم عدد الدورات اللي تم حضورها، كمان سؤال الممارس عن طريقة التسلسل مثلا لبس الخلع والأدلة لاختبار الممارس نفسه. المعيار الأخير والثالث، يقدم قسم مكافحة العدوى التثقيف الصحي الكافي فيما يخص تدابير مكافحة العدوى للأسر والزوار. هذا نتأكد منه في قسم مكافحة العدوى في المركز، نتأكد من المستندات الموجودة فيما يخص الزوار أن تكون مساعدة لهم في التثقيف، على سبيل المثال مثل ملصقات وكتيبات تخص مثلا نظافة الأيدي، آداب الفعل، التباعد الاجتماعي. ضرورة البرامج التعليمية المخصصة للزوار أن تكون صالحة ومثمرة، يمكن التحقق من أحد برامج الزوار على سبيل المثال مثلا نظافة الأيدي أو التباعد أو آداب السعال. الله يعطيكم العافية وشكرا للجميع.